السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي اللي ناويين يشتروا العربية السكودا الاوكتافيا الجديدة. اجمل ما في العربية دي، اجمل ما فيها وانت بتفتح بابها كده، تفتح تلاقي علامة سكودا ظهرت لك كده وترحب بيك. طبعا ناس كتير قوي بتسألني هي ايه دي، اسمها اضاءة ترحيبية. اسمها اضاءة ترحيبية، هي في زي هنا زي بروجيكتور كده صغير، هو محطوط عليه الاسم ده، وبناء على الإضاءة بشعاع من الليزر بينزل يدي شكل ده. تمام، طبعا زي ما انتوا شايفين اهو، كل ما احط ايدي لحد ما يكبر تحت. طبعا بيفرش، لو العربية على مستوى اعلى من كده هيبقى شكلها اكبر من كده. بصوا يعني ايه، اصغر اكبر. انا عارف ناس كتير قوي هتنتقد تقول لي ايه الفيديو اللي انت عامله ده، بس انا ما يفرقش معايا يعني حته الانتقاد عادي، انا عندي عادي مفيش مشكله انتقد وكل حاجه، بس ممكن المعلومه دي تبقى بسيطه عندك، لكن ممكن تكون عند ناس يعني تانية تبقى حاجه كبيره قوي، ويكون فرحان من الفيديو ويكون عرف معلومه عن العربيه قبل ما يشتريها. شكرا ليكم ولمتابعتكم والاشتراككم في القناة، واللي ما اشتركش يدوس على علامة الاشتراك ويضغط على زر الجرس عشان يشوف كل الفيديوهات الجديدة عندنا، وبإذن الله الأيام الجاية انتظروا مرحلة جديدة قوي في القناة وشغل عالي قوي في 2021. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.